مصلحة القوى الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، وهيشاركني في هذه الجلسة الدكتورة هالة داوودي مديرة عام الشؤون الفنية بالمصلحة. في البداية أحب أشكر المنظم لهذا المؤتمر اللي هو أتاح للرقابة الصناعية فرصة إنها تقدم لحضراتكم نبذة بسيطة عن مصلحة الرقابة الصناعية، طبيعة الهيئة اللي تقدمين فيها، أدوارها المختلفة، رؤيتها، وإزاي إحنا بنتعامل مع المهام بتاعتنا في الوقت الحالي علشان توافق الأهداف الاستراتيجية اللي الوزارة بتسعى إليها. لما بصيت الأول لإسم المؤتمر، الصناعة قاصرة الاقتصاد، والحقيقة سألت نفسي، يعني أنا قريت هذا الإكسبريشن أو هذا التعبير كتير، الصناعة قاصرة، الصناعة قاصرة. طيب ليه دائما إحنا خصينا الصناعة بأنها هي القاصرة؟ لو بصينا في الموارد العامة للدولة أو المجالات اللي ممكن يكون في موارد عامة للدولة، هنلاقي مثلا السياحة، هنلاقي هاي القناة، هنلاقي الصناعة، هنلاقي الاستثمار المباشر. لو ركزنا في هذه المجالات هنلاقي ان الصناعة هي الحاجة اللي بتضيق انا كدولة، ان انا لما انوي اعمل حاجة فيها اعرف اسيطر عليها واعرف احققها. بمعنى انه السياحة قد يحدث اي شيء خارجي يقلل لي هذا المورد اللي انا ممكن اعتمد عليه. لا قدر الله عملية ارهابية مثلا تحصل، فالسياحة تتأثر سلبيا. قناة السويس قد يحدث حدث عالمي يؤثر على سير التجارة الدولية العالمية ما بين الدول، فألاقي أنا لا قدر الله اتأثرت. الصناعة هي الحاجة الوحيدة فعلا إني أنا كدولة لو أنا ابتديت أتناولها باستراتيجية واضحة ليا كوزارة صناعة، وحددت موقفي إيه وأنا عايز أوصل لإيه بأنهي أنواع معينة من القطاعات الصناعية، وابتديت أشتغل على هذا، وابتديت أراقب تنفيذ هذه الاستراتيجية، فعلا هعرف أحقق الأهداف المرجوة. هنا أنا ابتديت أفهم إنه فعلا هي الصناعة هي القاصرة، هي حاجة اللي في إيدي، لا منتظر عوامل خارجية ولا أي حاجة. يبقى ده بس في كلمة الصناعة قاصرة. الكلام على تحديات وطموحات برضو في العنوان. لو ما كانش فيه تحديات ما كانش فيه فكر جديد ابتدي انا هتكلم على المصلحة كموديل او كعينة في الهيكل الاداري في الدولة. فلو ما كانش فيه تحديات مش هيكون عندي انا في المصلحة الفكر الابتكاري اللي انا اقدر افكر فيه واعدل في طبيعه ادائي للادوار بتاعتي علشان اتغلب على هذه التحديات. لو كانت الامور كلها في ورديه هيصبح الاداء نمطي، هيصبح النتائج معروفه مقدما. حته التحدي دائما بيسعى ليها كل واحد عايز يبتكر، وكل واحد عايز يجود من الاداء بتاعه. يبقى ده جزء التحديات، واحنا لينا في المصلحه تحديات كثيره جدا وهنتكلم عليها بسرعه دلوقتي. اما الطموحات فطموحات المصلحه لازم تكون مواكبه لطموحات الدوله في التنميه الاقتصاديه، لان انا اعتبر لبنه في المنظومة كلها. ليا طموحات لما هعملها انا هساعد في
التفكير بتاعنا تيجي متوجهه في اسم المؤتمر اللي احنا قاعدين فيه، صناعه قادره تحديات طموحات. احنا في الرقابه الصناعيه من اقدم المصالح وزاره الصناعه، يعني قرار انشاء القرار الجمهوري لانشاء المصلحه كان في اوائل الستينات، يمكن اواخر الخمسينات. وقتها اتحدد مهمه رقابيه وحيده للمصلحه، وهي مراقبه المصانع والتزامها بتطبيق المواصفات على المنتجات. كان ده هدف واضح ايامها مهم جدا، لكن باختلاف الظروف الاقتصاديه والسياسيه في الدوله وبمرور السنين اصبح في تطور في اداء المصلحه نتيجه اسناد مهام جديده علينا، علشان التطور الاقتصادي والظروف الاقتصاديه نقدر المصلحة.